طبعا طبعا دعم المقاومة. نحن صرنا عم نهدد عدونا ايمتى؟ طول عمرنا، يلا يلا معلش اذا سحسوح مرقنين للعالم، هذا هذا قرها يا عدوي، انت بحالك انا بحالي. ايه قلت انه بتحترم السيد الرئيس بشار الاسد لانه ساعد بتحرير جنوب لبنان. ما في شك ما في شك، انا بعد طبعا اكيد لهلا وبقدره وكتار انزعجوا مش المقاومه اللي لحق اللي حررت احكي. جنوب لبنان. طبعا طبعا دعم المقاومه لا تحررنا نص هاينه، وهذا وصلنا له. وهلا حاليا نحن صرنا عم نهدد عدونا. ايمتى؟ ايمتى بنحلم انه نوصل لهالمواصيل؟ ايمتى شفت عربي بيهدد اسرائيل؟ طول عمرنا يلا 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 ناكل قتل لنشبع، معلش اذا سحسوح مرقنين للعالم. وان شاء الله اكيد رح الله بينصرنا، يعني اذا نحن واقفين وقفه حق. نحن مالنا انه وين شفت يهودي الحق وقتله وعمل، لا لا لا، هيدا 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 قرها. نحن إلنا حق يا عدوي، انت بحالك انا بحالي. ايه اما غير هيك مستحيل. بدك تعيش جبان تقبر عيشتك، يا عيش بكرامه يا موت على الواقف. الرق بس للي خلقها واللي حطها بشيلها واللي حطها. هز السيف والحرب ما حد يقدر انه يهزنا، ونقلب على راسه الارض اللي جرب يستفزنا. هز السيف والحرب ما حد يقدر انه يهزنا، ونقلب على راسه الارض اللي جرب يستفزنا. حاضر يعلم الغاية تخلق اللي يتحدانا، والخاين كل عمره خاين حيصفي الخبر كانا، ونكسر راسه تكسير اللي سوى علينا كبير. عالشهامة تربينا ما نركع لو مهما يصير، نهز الدنيا طول وعرض